انطلقت فعاليات مهرجان الوفاء والثبات على درب الشهداء الذي تنظمه حركة حماس وفاء لدماء الشهداء الشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي وإبراهيم المقادمة في ساحة السرايا وسط مدينة غزة. واحتشد العديد من سكان القطاع رجالا وشبابا نساء وأطفالا، إضافة إلى عدد من القوى والفصائل الوطنية والإسلامية، للتأكيد على وحدة الدم والمصير والسير على طريق الشهداء المجيد. مهرجان حاشد لحركة حماس في غزة في الذكرى العاشرة لاستشهاد مؤسسها الشيخ أحمد ياسين وثلة من قادتها الذين قضوا في عملية اغتيال صهيونية. الاحتفال الذي شارك فيه مئات الآلاف من مؤيدي حماس شكل استفتاء جماهيريا جديدا على شعبيتها وتأكيدا على التمسك بالثوابت الوطنية. رسالة المهرجان الأساسية هي رسالة سياسية للتأكيد على تمسك حركة حماس بالأهداف التي استشهد من أجلها القادة المؤسسين، كما أنها أيضا هي رسالة الحشد بأن جماهير شعبنا التي حضرت اليوم بهذا الحجم العارم هي تؤكد احتضانها للمقاومة ولحركة حماس، وبالتالي فشل كل الرهانات على محاولة إضعاف أو شطب حركة حماس. هذه رسالة تقول للعالم ها هو شعبنا يتوحد على المقاومة ونحن ماضون. كل المراهنات على انفضاض الناس عن حماس تحت ضربات الحصار هو وهم بددته الجماهير اليوم وستبدده قوتنا بإذن الله. نقول لعدونا لا مقام لك أمام هذا الإصرار الفلسطيني والحمساوي والمقاوم. مصر وجماعة الإخوان لم تغب عن المهرجان الحمساوي، ليس فقط من خلال الأعلام المصرية التي رفعت في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، ولكن من خلال رسائل عدة وجهت في المهرجان، من ضمنها دعوة حركة حماس إلى إنهاء الانقسام وتوحيد السلطة بشراكة سياسية. نؤكد حرصنا على مصر وعلى كل دولنا العربية وأمتنا الإسلامية وعلى مصالحها وعلى أمنها القومي، وعلى الجميع أن يركز على الخطر الحقيقي القادم من الكيان الصهيوني، وندعو الأمة رسميا وشعبيا إلى إعطاء قضية القدس والأقصى وموضوع حصار غزة وما يتهدد القضية من جهود التصفية عبر المفاوضات والضغوط ما تستحقه. مشهد فصائل المقاومة الفلسطينية التي شاركت في الاحتفال كجزء من وحدة صف المقاومين في وجه الاحتلال الصهيوني تعكس إصرار الفلسطينيين على المضي قدما في طريق ذات الشوكة، مع التأكيد على ضرورة وقف المفاوضات الانهزامية التي تخوضها السلطة الفلسطينية مع الكيان الصهيوني. مهرجان الوفاء لدماء الشهداء وبهذه الأعداد الكبيرة وبمشاركة من الفصائل الفلسطينية يحمل رسالة واضحة للكيان الصهيوني بأنهم ماضون على درب الشهادة وفاء لدماء الذين سبقوهم وأنهم على العهد باقون حتى استرداد كامل فلسطين. غادة خالد لقناة الكوت غزة.